يوحد سوق الهال الدمشقي المحافظات السورية التي فرقتها الحرب عبر جمع محاصيلها الزراعية. العنب الآتي من مناطق تحت سيطرة الفصائل المعارضة، والبطيخ المزروع في أراض تتحكم فيها جبهة النصرة، والبطاطا الناضجة في حقول تحت سلطة النظام. نحن هون في سوق مركزي، مجمع من كل المحافظات، ما له علاقة بالسياسة من السوق. إذا مصيبة، إذا ما أجي الأكل من كل المحافظات لهون مصيبة، ما له علاقة الطعام بالسياسة أبدا. استنى 30 عام بهالمصلحة وما سكرنا ولا يوم رغم الأوضاع الصعبة، وعم تجينا بضاعة من كل أنحاء سوريا، من درعا، من طرطوس، من حما، من كله، رغم الأوضاع الصعبة شغالين. وأخي الشعب بده ياكل، وين بده يروح؟ ويكتظ السوق الذي لا تتعدى مساحته الكيلومتر المربع الواحد بأكثر من 300 متجر بالجملة، وينقل الحمالون والتجار بين الساعة 6 صباحا ومنتصف النهار أكثر من 400 طن من الخضار والفاكهة، تمهيدا لنقلها إلى دمشق وكافة أنحاء البلاد. هاي البرادات جاية من حلب، من دير حافر، عم تطلع من دير حافر بتجي على الرقة، بتطلع طريق تدمر وعدمير. طبعا أول شيء بيطلعوا من حلب تحت سيطرة داعش، بعد ما تطلع من داعش على سيطرة النظام، فواتير نظامية معه، ما حد بيقرب صوبه. وغير هيك يعني بيوصلوا هون الحمد لله بخير وسلام، بيجيبوا من هنيك خضرة وبياخذوا من هون من الشام خضرة على حلب. ويعود تأسيس سوق الهال إلى مرحلة الانتداب الفرنسي، وتم تعريب تسميته من اللغة الفرنسية لؤال، نسبة إلى سوق دائع الصيد في باريس، وهو يقع في شرق دمشق على تخوم حي جوبر، حيث تدور معارك مستمرة.